أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. مساحتها تمنحها قوة كبيرة وثروات هائلة. ثاني أقوى جيش في العالم. ثالث أغنى دولة بالموارد الطبيعية. بديهياً إذا ما اجتمع كل ذلك فستكون أحد أعظم القوى في العالم وأكثر الدول تأثيراً على الساحة الدولية. يقودها شخص يهابه الجميع ويثير الجدل أينما حل أو ارتحل. رحلتنا اليوم إلى روسيا لنخوض معاً في تفاصيلها الجغرافية والعسكرية والاقتصادية. لننطلق. أكبر دولة في العالم. دولة ذات قوة عظمى من كل النواحي، جغرافياً، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. قوة جعلتها لاعباً رئيسياً في العديد من القضايا الدولية. تميزت بقوتها العسكرية الهائلة، حيث تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم، والذي جهزه الروس بأحدث التقنيات والأسلحة الفتاكة. كما أن روسيا تعتبر ثالث أكبر منتج للأسلحة في العالم، أي أنها لاعب أساسي في سوق السلاح العالمي. وحين نقول روسيا، يجب أن نركز على خمس نقاط فيها، ونبدأ بالجغرافيا. حيث تمتد روسيا على مساحة شاسعة تصل إلى أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. أراضيها تبدأ من أوروبا الشرقية وتصل إلى أقصى الشرق الآسيوي، وهو موقع استراتيجي فريد يمنحها التحكم بالمنطقة، حيث أن لهذه الدولة تأثيراً واسعاً على الساحة الدولية، ولها كلمة فاصلة في نزاعات وأزمات دولية كبيرة، وهي أيضاً طرف في نزاعات كبيرة. بالعودة إلى الجغرافيا والحدود، فإن روسيا تمتلك شريطاً حدودياً ممتداً على أكثر من 22 ألف كيلومتر، تحد روسيا عبرها 14 دولة، هي النرويج وفنلندا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا وكوريا الشمالية. أيضاً لديها حدود بحرية مع اليابان في البحر أوخستيك والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيري. هذه الحدود الطويلة تجعل جارتها أوروبا وآسيا أبرز قارتين في العالم، وتفتح أمامها آفاقاً تجارية وجيوسياسية واسعة. أيضاً تطل روسيا على العديد من البحار والمحيطات الهامة، مثل المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ، وهذا يعني امتلاكها نفوذاً بحرياً قوياً وقدرة على التحكم في طرق الملاحة العالمية. والجغرافيا تأخذنا بشكل بديهي نحو الثروات الطبيعية، وطبعاً دولة بهذا الحجم والتنوع الجغرافي تمتلك ثروات طبيعية هائلة. وفعلاً تعتبر روسيا من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، إذ تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وتعد من أكبر الدول المصدرة لهاتين المادتين الحيويتين. أيضاً تأتي روسيا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتعد واحدة من أكبر منتجي النفط، حيث يعد قطاع الطاقة أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لروسيا، ويشكل نسبة كبيرة من دخلها الوطني وصادراتها. علاوة على ذلك، تمتلك روسيا موارد طبيعية أخرى هائلة، مثل الفحم والحديد والنيكل والذهب والألمنيوم، إضافة إلى اليورانيوم الذي يعزز من قدرتها النووية. كما تعتبر هذه الموارد أساساً لصناعات روسية قوية تجعل منها لاعباً رئيساً في السوق العالمي للمعادن والطاقة. أيضاً المساحة الواسعة تعني أرضاً زراعية واسعة، وأيضاً هذا يعني قيمة عالية في قطاع الزراعة الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الروسي. روسيا بحسب الإحصائيات تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في إنتاج الحبوب مثل القمح والشعير. هذه الثروات الطبيعية تمنح روسيا قوة اقتصادية كبيرة، وتعزز من قدرتها على الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الدولية. نقطة القوة الثالثة لروسيا بعد الجغرافيا والثروات الطبيعية هي القوة العسكرية، حيث يمثل الجيش الروسي قوة هائلة، ويعد ثاني أقوى جيش في العالم بترسانة أسلحته الضخمة والمتطورة والمدعومة بترسانة نووية هائلة. وهذا الجيش يمنح روسيا نفوذاً كبيراً على الساحة الدولية، حيث تعد القوة العسكرية الروسية
إحدى أبرز عوامل التأثير في السياسة الدولية، والجيش الروسي تم تجهيزه بأحدث التقنيات العسكرية، ويمتلك ترسانة نووية ضخمة، إذ تنفق روسيا نسبة كبيرة من ميزانيتها على الدفاع، وهذا انعكس فعلاً على قوة الجيش، ويثبت بالمقابل أهمية الجيش في السياسة القومية الروسية. أما أبرز الأسلحة الروسية وأقواها فهي الصواريخ البالستية العابرة للقارات مثل توبول أم وسرمات. إن هذه الصواريخ قادرة على تحمل رؤوس نووية والوصول إلى أهداف بعيدة حول العالم، مما يجعلها عنصراً رئيسياً في استراتيجية الردع النووية الروسية. كما تمتلك روسيا نظام الدفاع الجوي S-400، أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، والذي يمنح روسيا تفوقاً جوياً هائلاً. وإلى القوة البحرية الروسية التي لا نستطيع إغفالها أثناء الحديث عن قوة روسيا، إذ تمتلك غواصات نووية متطورة وحاملات طائرات مثل الأميرال كوزنتسوف، ولديها قوة بحرية عظيمة تمنح روسيا القدرة على عرض قوتها في مختلف المحيطات وحماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في البحار. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت روسيا في تطوير تقنيات الحرب الإلكترونية، الحرب السبرانية، وهو ما عزز فعلا قدرتها على التأثير في النزاعات الحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا. النقطة الرابعة من قوة روسيا طبيعية أيضاً، فإلى جانب الثروات المعدنية والطاقوية، تمتلك روسيا ثروات مائية هائلة. طبعاً فهذه البلاد تضم آلاف الأنهار والبحيرات، أبرزها نهر الفولغا، أطول نهر في العالم، والذي يلعب دوراً حيوياً في النقل والتجارة الداخلية. كما تحتوي روسيا على بحيرة بايكال، أعمق بحيرة في العالم، والتي تعتبر واحدة من أهم مصادر المياه العذبة على الكوكب كله. ولا تقتصر الثروات المائية في روسيا على الأنهار والبحيرات فقط، بل تشتمل أيضاً المحيطات والبحار التي تطل عليها البلاد، مثل المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ. المسطحات المائية تمنح روسيا موارد ضخمة من الثروة السمكية، وتفتح آفاقاً للنقل البحري والتجارة الدولية. إلى جانب ذلك، يعتبر قطاع الطاقة المائية الهيدروكهربائي أحد القطاعات المهمة في روسيا، إذ يتم إنتاج نسبة كبيرة من الكهرباء في البلاد عبر السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية المنتشرة في مختلف مناطق روسيا. نقطة القوة الخامسة لروسيا هي قوتها ودورها السياسي الحاسم، حيث يرأس البلاد الرئيس فلاديمير بوتين، الذي بات اليوم أحد أكثر القادة تأثيراً على الساحة العالمية، وبالتالي باتت روسيا تلعب دوراً رئيسياً في العديد من الأزمات والنزاعات الدولية، منها ما تدخلت فيها عسكرياً وأحدثت فيها دماراً كبيراً مثل سوريا وأوكرانيا، ومنها ما تتدخل فيها سياسياً ومن وراء ستار. وربما ساعد وجود الرئيس الروسي لفترة طويلة في الحكم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي نشهده اليوم في بلاد الدوب، والذي ينعكس على قوة روسيا من كل النواحي. إنها روسيا أكبر دولة في العالم، وصاحبة ثاني أقوى جيش في العالم، وثالث دولة من حيث الموارد الطبيعية. دولة ذات تأثير هائل على الساحة الدولية بفضل قوتها العسكرية الكبيرة وقيادتها الحازمة وثرواتها الطبيعية الهائلة. موقعها الجغرافي الفريد جعلها تمتلك ثروات متنوعة من النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى قوتها العسكرية التي تشمل ترسانة نووية وتقنيات متقدمة، تجعل منها لاعباً لا يمكن تجاهله في النظام العالمي. فهل ستبقى روسيا قوة عظمى تؤثر في مسار الأحداث الدولية لعقود قادمة؟ أم تستطيع أمريكا كسر شوكتها واستعادة الهيبة والسيطرة التي سرقتها منها؟ سؤال تجيبنا عنه قادم الأيام.